اهلا بكم يوم مهم جدا في عالم السمنه في عالم جراحات السمنه اوعوا تفتكروا انه العمليه سحر بس هي سحر بصراحه يعني بس حتى السحر نفسه له عوامل عشان ينجح عوامل مرتبطه باكثر من فاكتور هي شركه طبعا المرحله الاولى هي في ايد الجراح جراح متميز هيعمل العمليه بامان العمليه هتطلع جيده لكن في محطات تانيه في ايد ناس تانيه في ايد المريض هنفهم ازاي في ايد فريق العمل لانه فريق عمل التغذيه بيكمل فريق العمل النفسي له دور مهم جدا المساعدين للجراح ليهم دور مهم المستشفى لها دور مهم لازم نفهم الادوار دي اللي بتساعد في ان العمليه تصل الى ذروه النجاح اللعبه جماعيه ضيفي العزيز المبدأ دائما والذي يمتعني بحواره الذي بالتأكيد يمتلئ بمعلومات علمية دقيقة للغاية وأكيد بيبقى شرف لينا وجود واحد من ميجا ستار عالم جراحات السمنة هذا العالم الراقي جدا في مصر وبالتاكيد واحد من نجوم عين شمس الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات سمنة مستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا عضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات سمنة الاس ار سي ضيف العزيز والقيمه العامله الكبيره اهلا بك اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورني مسألة اهلا وسهلا اللعبه جماعيه مش كده؟ طبعا طبعا مم. في البدايه يعني احب ان احيي حضرتك وكل السيد المشاهدين وكل فريق العمل الحياة طبعا ده ده مهم جدا هو الجراح في ايده يمكن كل الكلو يعني هو قائد التيم اللي اللي بيقوم على انتاج يعني او عمل عمليه موفقه ودايما بقول للعيان احنا العمليه فيها جزء كبير منها جوه العمليات يعني هي الضربة الكبيرة جوه العمليات بتخديرها بالمسارجة الطبية الأحدث في العالم بتقنيات حديثة بأوض عمليات مجهزة ويتبقى حاجات ما بعد العملية زي فريق التغذية وما قبل العملية من دكاترة مساعدين بفريق عمل متكامل إن هو يحضر العيان بصورة متكاملة واختيار نوع عمليه موفق وبالتالي هي 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 سايكل يعني او او يعني مجموعه حاجات بتؤدي الى النجاح. يعني افترضنا ان انت جراح محترف ومعاك طقم تخدير على غير درايه بانواع جراحه السمنه ما هو يعني هو العيان بتاعك في الاخر يعني هو العيان اللي عنده مشكله في التنفس او الرقبه بتاعته قصيره او عنده مشكله في في وظائف متعلقه بالكلى او الكبد في فشل معين او احيانا بيبقى في فشل في القلب يعني مرتبط بالسمنه المفرطه كل دي حاجات دكتور التخدير لازم يكون عنده احترافيه شديده ودي بتبان احنا يمكن دكتور يعني يعني في بعض المستشفيات بيبقى فيها اساس تخدير متخصصين يعني تحيات الدكتور طارق سعيد الرئيس قسم التخدير في مستشفى شفاء التجمع بيقول لي احنا بنشتغل تخديريا وجراحيا اصعب الحالات اللي هي بتبقى انا انا مش عارف يعني اللفظ ده ينفع اقوله لا ان هي يعني الحاجات المعقده في السوق او يعني خلينا نقولها ب يعني الحاجات اللي هي تغذرياً صعبه جراحيا صعبه، يعني تجيله تجي له وتقول له حاجات كريتيكال حاجات كريتيكال آه جداً. جدا حاجه يعني انت حاجة. بقى... يعني انت عمليه التكميم اللي هي في تلت ساعه ولا عمليه تحول المصاري اللي بتعمل في اول مره مش ده الصعب يعني احنا بنتكلم في عمليات الاعاده بتاعه الاصلاح الاوزان فوق 200 و300 كي... كيلو والحاجات اللي هي فيها صعوبه في التنفس، صعوبه في تركيب انبوبه عنده مشاكل صحيه يمكن بنيم حالات عندها فشل كلوي على يعني غسيل أه اسبوعي أه حالات بيبقى الاجيكشن فراكشن بتاع القلب اقل من الطبيعي بمراحل يعني كفاءه القلب قليله قوي ان هي تستوعبها اي مستشفى. طيب انت بقى بتشتغل الحاجات دي بارتياحيه ليه؟ يعني لانه المكان مجهز انت مش هتتزنق في كيس دم ولا هتتزنق في رعايه مركزه للقلب ولا هتتزنق في رعايه صدر ولا رعايه يعني قصدي انت عندك المكان مجهز، عندك واحد وزنه 300 كيلو 400 كيلو، انت ما عندكش مفاجاه ان ترابيزه العمليات بتاعتك مش مؤهله انها تستقبل وزن ضخم. عندك حاله حاله اعاده اصلاح ما عندك دبسات حديثه تستوعب اي نوع من الجراحات. فطبعا هي مجموعه متكامله. زي ما قلنا الجراح المحترف مش بس يعتمد على نفسه لا يعتمد على فريق تخدير كويس عندك دكتور مساعد انت بتشتغل في كم كبير من الحالات بتشتغل بصوره يوميه لازم يبقى عندك تيم مساعد يساعد في ان هو يترجم كل كلمه وكل قصقوصه ورقه العيان بيقدمها في التقارير بتاعته ما قبل العمليه في التحضير يعرف يجاوب يعني ما فيش حاجه تقع منه لانه عيان السمنه من العينين الفراجايل اللي هو في مشاكل قد تكون مخفيه احنا لازم نطلعها كل كلمه في الادويه اللي بياخدها لازم تتراجع كويس جدا كل فحص انطلب لازم تبص عليه كويس قوي فطبعا التيم الجراحي المعاون طبعا مهم جدا يعني حتى طاقم العاملين اثناء العمليه نفسها حدش بيتكلم الفريق العمل اثناء النص ساعه اللي هو بيعملها ما بيتكلمش كلمه كل واحد عارف دوره مظبوط زي يمكن تيم اللي شغال يمكن فريق العمل بتاع حضرتك هو هو فريق ساكت ما بتكلمش م. وعارف خطوه واحد اثنين ثلاثه كل واحد ماشي هو نفس ده هو ده اللي عندنا ويمكن ده في كل المجالات المدربه على اعلى مستوى كل واحد عارف يعني يعني هيعمل يعني ايه في وقت ايه في آه، فما بيضيعش وقت خالص. المريض نفسه جزء مهم ازاي نعمل له عمليه إيه نوع العمليه ايه ما بعد العمليه هو نفسه هيلتزم ولا مش هيلتزم؟ آه، مهم جدا مهم جدا اختيار نوع العمليه آه، اختيار المريض نفسه اللي هي، هي. يعني احيانا يجي من ضمن العيانين عيان طبعا آه، سي يعني يمكن من ضمن الحاجات اللي هي يمكن حاجه من الشخصيات المهمه امبارح كنت بقعد معاه هو 67 سنه وزن 160 كيلو وهو محب يمكن للبرنامج ده حضرتك والله بشده يعني كان يمكن كلمني امبارح في انه بيتابع كل الحلقات قاعد بيكلمني في انه عايز يعمل العمليه الاقوى ما الاقوى مش نفعك يعني فمش هتعرف تعمل تحويل مصادر بعنف احنا سننا 67 سنه عندنا حاجات طبيه مصاحبه امراض تانية طبيه غير السمنه المفرطه تمنع من عمل عمليه زي تحويل مسار فاحنا هنعمل بس تكميم معده عمليه ادخل في 20 دقيقه اعمل العمليه اخرج تروح بيتك بعد 12 ساعه انا مش محتاج اكبر الموضوع في عيان طبعا ربما حالته الصحيه ما تستوعبش العمليه يعني هي مش الحاجات ما تاخدش طبيا بس هي تتاخد طبيا وعلى النظرة العامة بالخبرة العامة ده يناسبه ايه يعني احنا بنختار الحاجات فالمريض المناسب احنا نختاره العملية المناسبة ده يعني عايز خبرة عنيفة انا مش داخل بس اقص معدة زي تكميم المعدة دي اقص المعدة كده وخلاص في كل عينين او اعمل تحول مسار في, في, ايه المأساة اللي انت عايز تقيس عليها تتكبر المعدة تصغرها العيان ده عنده مشاكل قبل العمليه ارتجاع يمنعه من عمل تكميم معده فتقوم تعمل له تحويل مسار طب اعمل تحويل مسار معده مصغر ولا اعمل تحويل مسار معده كلاسيكي طب في عمليات احنا بنبعد عنها ما نعملهاش طيب يعني في ادويه معينه تمنع يعني عيانين يعني سيستميك لوب بس الناس اللي ماشيه على الكورتيزون بجرعات عاليه تعمل لهم ايه؟ العيان اللي عنده التهابات في المعده ما عندوش حموضه تعمل له ايه؟ طب العين اللي عنده حموضه وما عندوش التهابات في, في المعده تعمل له ايه؟ العيان اللي عنده مشاكل في القناه المريريه السابقه تعمل معاه ايه؟ يعني كل في حالات ماشي عيان ماشيه على كورتيزون بجرعات عاليه طب ده تعمل له ايه؟ يعني في حاجات ما 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 تتقالش الا أه لحد خبير في الجراحه حد خبير ان هو يديك لان مش كل عمليات الناس كل الناس مش كل الناس عملهم تكميم ولا كل الناس عملهم تحويل ولا كل الناس ركب لهم بالون ولا كل الناس عملهم لهم شد بطن او شفت ضوء يعني كل الناس كل حاجه لها حاجه مناسبه وده تراكم طبي علمي يعني محتاج طبعا تقدمه للعيان بحيث يستفيد الطبيب كورنر مهم في اربع كلمات بتدور حول الطبيب اولهم كيفيه الاختيار الخبره ازاي آه ليها دور؟ مع الخبره كمان هل الخبره تغني عن التكنولوجيا ولا التكنولوجيا تغني عن الخبره ولا الاثنين لازم يكونوا متوفرين؟ فريق العمل وطبعا شركاء نجاح التخدير. خمس حاجات. الحقيقه هبتدي باول حاجه فيهم انه الجراح المحترف يغني عن التكنولوجيا الحديثه يعني التكنولوجيا الحديثة لوحدها ربما يعني ما تأديش الدور اللي هو أنا عندي قدرة إن أنا أعمل تحويل مصور من غير دباسات أنا ما بستفزش والله الناس بس ده عادي يعني قصدي إن أنت عندك القدرة الجر... مش بنعمل كده يعني إحنا ما بنعملش كده بس أنت عندك القدرة يمكن يحصل منك ميس فاير أحيانا كان زمان يحصل الدباسة تضربها يقوم الغيار فاتح تعمل إيه يعني؟ تقعدوا تخيطوا وتاخدوا غرز وتخيطوا أنت عندك المهارة الطبية اللي أنت تعمل بيها الحاجات اللي كانت بتعمل بيها الديستال جاستراكتومي وتعمل الهاند سوينج اللي كانت يعني بتعمل قبل الدباسات بالظبط يعني مم. تقدر تعملها يعني اقصد ان التكنولوجيا الحديثه تسهيلا للوضع بيدي رفاهيه بيدي سرعه لل... 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 للوقت بن... بنوفر وقت سيفتي اعلى كل حاجه نقدر نضيفها طبعا هتفيد لكن اقصد ان الجراح المحترف يمكنه الاستغناء عن التكنولوجيا الحديثه مش لازم يعني تبقى يعني مش لازم كل الناس تشتغل بالسمارت ستيبلر زي الحاجات اللي احنا يمكن شفناها يمكن صورنا بالدبسات الالكترونيه والحاجات الجميله اللي هي التقنيات الحديثه بتشتغل بالكمبيوتر تقيس ال يعني في دبسات زي الدبسات الباورد دي بتتعرض دلوقتي بتقنيه زي جي اس تي فيها بتساعدك انت يعني لو عايز جي اس تي او تراي ستيبلر تكنولوجي اللي هو بيدبس باحكام ويمنع نزيف ويحافظ على ما يعملش تسريب ما انت ده غرز لو انت جراح خبير ممكن تاخد الهاند سوينج سوتشرز زي تقنيه اسمها اونتال فيكسيشن اللي احنا بناخد طبقه الدهون نقوم مخيطها بفول سيكنس بغرز حوالين المعده بـ بـ فالتقنيات الحديثه بتزود الامان بصوره كبيره جدا بتقلل عليك لود انت في اثناء العمليه اتمنى ان انا اشتغل بالدباسات دي بس طالما كل ما ما, ما 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 بتستخدم كل حاجات فيها تكنولوجي اعلى كل فعلا التكلفه ما بتزيد على على يعني على العيان يعني طبعا مش لازم نستخدم كل التقنيات الاحدث في كل الناس، لكن انا تمنيت طبعا في بعض المستشفيات الخاصه بيا انا لازم اعمل باعلى التقنيات الحديثه. لكن ما افرضش على كل الناس ان يعمل بده، يعني مش لازم طبعا. فريق التخدير من الـ من الـ من الـ يعني الباك بون بتاعنا اللي هو احنا طبعا ما نقدرش ان احنا نشتغل من غيره وبقوي قلبنا لان انت ممكن يجي لك 10 عيانين فيهم خمسه فيهم مشاكل. انت لو عندكش تخدير كومبتنت وقادر ان هو يتعامل مع الحالات الصعبه ويتعامل مع المشاكل الصحيه المصاحبه، انت ممكن تاجل خمسه منهم وتشتغل خمسه بس. لكن فريق التخدير اللي هو عنده قدره عاليه يقدر ينيم اي عيان بكفاءه عاليه جدا بعد تحضيره طبعا تحضير كافي ويكون موفر له الظروف الامنه اذا حدثت اي مشاكل يعملها. عيانين كتير بيجي يعني باوزان ضخمه عنده مشاكل في التنافس اثناء النوم طبعا كل الوزن ما كسر 200 كيلو انت طبعا بيبقى عندك مشاكل في التنافس اثناء النوم 100% بيبقى في شخير اثناء النوم طب ده تنيمه ازاي؟ وفي ناس تمام بيبقى يعني اوزان اعلى من كده كمان تلاقي الرقبه بتاعته مش رقبه ده كان 200 فوق ال 260 كيلو 260 260 وستين. وستين كيلو آه آه. ما شاء الله وعلى دلوقتي. فكره لسه بينزل احنا يعني يمكن آه. تصور ده كان لا بس في شوف الفرق محبوظة. حاجه جميله جدا انسان رشيق يعني انسان طبيعي عادي ما حدش هيقعد يبص له في كل حته حاجه جميله جدا وغير صحته دلوقتي شيء مختلف تماما استاذ محروس افتكر من طنطا كان عامل عمليه موفقه يعني وربنا يوفقه ان شاء الله يكمل على خير وينزل وزنه بصوره فعاله وشاب جميل ويبتدي حياته بنات جميله جدا وفي اوقات طبعا طبعا مش شاطرين في التصوير لانه احنا ما بنقدرش نصور كل عينين طبعا ولا بنقدر ان احنا اللي بيبقى حابب ينقل تجربه بيصورها واحيانا تلاقي العين بعد شهرين جاي عايز يصور بدي ثلاثه يعني قصدي في المتابعه معينه او يجي بعد سنه احمد سالم أنا عارفهم بالاسم لأن طبعا دول أصدقائي بعد كده يعني <applause> اللي فات ده أحمد سالم نشوف أوه؟ اللي فات تاني أحمد سالم آه من اسكندرية هو من اسكندرية من اسكندرية جميل آه. مصور على آه. البحر حتى أهو آه. آه شاب جميل آه مالي الدنيا صور على السوشيال ميديا كل يوم ستوريز جديدة وحاجات جميلة <applause> يعني شباب والله زي الورد كويسين ابتدوا حياتهم بعد انقاص الوزن بيبتدي يعيش حياته الطبيعية الجميلة <applause> الـ الـ التيم المعاون آه طاقم التخدير آه كلهم طبعا آه أهم ليهم الاهميه بتاعتهم بيادوا بيسدوا الاماكن يعني بيقوموا على الثغرات اللي المفروض يقوموا عليها طبعا متابعات ما بعد العمليه تجهيز ما قبل العمليه كل مكالمه مهمه من العيان ما بعد العمليه آه يعني هم كوبيز جميله واخدين كل الخبره الكافيه اللي تخليهم آه فريق عمل ناجح وده مهم جدا بستمتع بالحوار معك دائما ومتعه علميه دقيقه جدا في التوصيف ضيفي العزيز القمة العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ استاذ جراحات السمنه والمناظير الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس ومدير وحده جراحه السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في دراسات في جراحات السمنه الاس ار سي كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الممتعه الخاصه بجراحه السمنه في الناس الحلوه خليكم مع الناس الحلوه